زلزال مدمر بقوة 8 درجات يبيد دولة من على الكرة الأرضية ومأساة في الضحايا. مرحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وأخطر ما تراه في المرحلة المقبلة من عام 2022. بفكرك بسرعة اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة، وما تنساش انك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بتتوقع ليلى عبد اللطيف ان 3 رؤساء عرب أصبحوا اليوم في ذمة الله، بتتوقع أننا هنشاهد ليهم رموز أو مجسمات تمثلهم في بلادهم، وهؤلاء الرؤساء هم الرئيس العراقي، وأيضا هنتفاجئ برمز تذكاري مجسم كبير للرئيس صدام حسين، كمان هنشوف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أيضا رمز ومجسم، وهتكون في قلب ليبيا. كمان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك هنشوف ليه تذكار أو مجسم في مكان معين ومعروف جدا، ممكن يكون شارع أطلقوا عليه اسم الرئيس مبارك، أو أيضا تمثال هيتحط في مكان معين. هي شايفة أن هذا التوقع هيحصل في ليبيا وفي العراق وفي مصر. من توقعاتها كمان شايفة خبر صادم بينتشر في حفل زفاف شخصية بارزة ومشهورة، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن وعزاء بقلب الفرح اللي هيصير لشخصية مشهورة. بتقول شخصية مشهورة ممكن تكون فنية أو سياسية، هي مش عارفة، لكن بتقول هو ده اللي هيصير. أيضا سنشهد أزمة عالمية قادمة وعدد كبير من الدول سوف يتأثر بشكل غير مسبوق. كمان أجواء قلق ورعب ستعيشها بعض دول أوروبا لفترة، وده بسبب أحداث حاصلة خلال المرحلة القادمة، وبتقول إن ده هيحصل بسبب الإرهاب. كمان بتتوقع أن زلزال يضرب دولة عربية وهتتأثر بقوة بعض الدول العربية، وسيشعر بهذه الهزات سكان سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. كمان شايفة للأسف الشديد أن أحد الحكام العرب بيواجه الخطر الشديد وبيتعرض لعملية اغتيال. الصين ستواجه خلال الأشهر القادمة هبوط حاد في أسواقها الاقتصادية وتراجع غير مسبوق في بورصتها المالية. كمان سيشهد الشارع الصيني مظاهرات غاضبة من وراء هالشيء، كمان من وراء أحد المؤسسات الكبيرة أو الشركات في الصين، وبتقول إن هيتزعزع شوية الاقتصاد لكن بعدين بيرجع يمشي الحال. من توقعات ليلى عبد اللطيف كمان بتتوقع إن العالم سيكون على موعد مأساوي بسبب كارثة إنسانية أو طبيعية، والموت هيحصر آلاف الأرواح من الأبرياء، وده خلال المرحلة القادمة بتقول ممكن في 2022 أو 2023. كمان بتتوقع كارثة إنسانية أو طبيعية هنشوفها على شاشات التلفزيون. كمان الشارع الجزائري سيشهد فوضى عارمة مع حالات من الغضب والشغب، وده بسبب أحداث مؤسفة تشهدها الجزائر خلال الفترة القادمة. بعض الدول العربية ستقوم بإجراء وساطات سرية للتقارب بين الرئيس بشار الأسد، هذه الوساطات سوف تظهر إلى العلن والإعلام، وسنرى وفود دبلوماسية ومن عدة دول عربية تزور سوريا والأسد بشكل علني، وذلك لإعادة العلاقات الودية إلى طبيعتها ولدعم الرئيس الأسد من أجل السلام في سوريا وإعادة البناء والإعمار، وبعض هذه الدول سيشكل مفاجأة للجميع. وبتقول كمان أنه هيكون في علاقات دولية ما بين سوريا ودول عربية وأجنبية. كمان بتقول أن المملكة العربية السعودية خلال المرحلة القادمة هتكون حديث العلماء والعالم، وده بسبب اكتشاف علمي أو اختراع هيذهل العالم، وهيكون أضخم اكتشاف علمي بتتوصل إليه دولة عربية. من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف أيضا، وهو عنوان حلقة النهاردة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية هتتعرض لزلزال كبير ومدمر هيكون شديد القوة والخطورة، وقد تفوق قوته 7 درجات وما فوق. أيضا المأساة الكبرى هتكون في عدد الضحايا، وده هيجعل أمريكا في حالة من الذهول والحداد في كل أنحاء أمريكا وأيضا على مستوى الإعلام، وأيضا هتتأثر ولاية أمريكية أيضا وأيضا سوف تتأثر ولاية أمريكية أخرى بهذا الزلزال، وهتتعرض لكارثة مخيفة وتصبح ولاية منكوبة. كمان ليلى عبد اللطيف بتتوقع أن عدة ولايات في أمريكا هم اللي هيقوموا بمساعدة أمريكا، وأيضا الدول الأوروبية والعربية كلها هيهبوا لمساعدة أمريكا للخلاص من هذه الكارثة الكبيرة. كمان بتتوقع أن دول كبيرة هتتعرض للإرهاب، وأيضا ستشهد بعض دول أوروبا أحداث دموية ومؤسفة،
وذلك من خلال عملية إرهابية، وأيضا الخطر لن يكون بعيدا عن الأماكن التجارية ومحطات القطار والمطارات وبعض المراكز والنوادي الليلية، خصوصا في أوروبا وصولا إلى عدة أماكن اللي صار فيها الإرهاب قبل كده زي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا. هينتقل لهم الإرهاب مرة أخرى. كمان بتتوقع أن الإرهاب سيصل لإفريقيا وإنها مش بعيدة عن هذا الإرهاب. كمان بتتوقع خلال المرحلة القادمة إجراءات أمنية مشددة وغير مسموقة في بعض مرافق ومدن أوروبية عديدة، ودول الأوروبية سنراها تتحرك وتهاجم لكي تحمي أراضيها من عمليات إرهابية قادمة في عدة دول. وأيضا الدول الأوروبية هيتحدوا وكمان هيكونوا جيش واحد قوي عشان يتصدوا ويحاربوا الإرهاب. وطبعاً الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ليلى عبد اللطيف اللي شايفاها للمرحلة المقبلة من عام 2022. بشكركم جداً على حسن المتابعة. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله.